موسم صيف تبدو حرارته تختلف عن أعوام مضت، حرارة تجاوزت 47 درجة مئوية وشوارع لا تخلو من اختناقات مرورية، ولا يقوى أحد على الانتظار ولا السير فيها راجلا في أوقات الظهيرة إلا من كان مجبرا على هذا. أما مستشفيات العاصمة كان نصيبها دخول 15 حالة إغماء تعرض لها رجال مرور أثناء تأدية واجبهم متأثرين بضربات شمس مباشرة. بعد 2003 السيارات كثرت وإشارة المرور على النظام القديم، إضافة إلى هذا انه الكهرباء تعرف عندك هالي مو مستقره، فقط هم رجال المرور اللي هم في وسط شوارع بغداد. صار عندنا حالات اغماء، عندنا صارت بالفارس وعندنا صارت بتقاطع الرواد، فننقلها الى مستشفى اليرموك اللي هي اقرب مستشفى. ضجيج واختناقات مرورية اعتادت عليها العاصمة بغداد في أوقات الظهيرة، وطوابير مركبات لا تسعفها إشارات ضوئية فبعضها معطلة وأخرى تعمل بلا جدوى في شوارع مدينة لا تهدأ من حركة سير مركباتها، تدفع رجال المرور للوقوف تحت أشعة الشمس لثمان ساعات متواصلة. الحمد لله الله مصبرنا على التعب والحر خدمة لمواطننا الكريم. طبعا كل هذا التعب اللي تلاحظه احنا بأشعة الشمس درجة الحرارة فوق 50، انه خدمة الناس قمة في العبادة، وتعرف وشايف هاي الظروف الجوية، نتمنى انه من المواطن يعاوننا، المواطن هو يعاوننا على مود نقوم بخدمته. رجل المرور ذا انسحب من الشارع راح يصير فوضى، تصير عرمة بالشارع ومتحملين الشمس والحار. ويطمح رجال المرور لتقليص ساعات عملهم والعمل بنظام الوجبات الثلاث لتخفيف معاناتهم من حرارة فصل الصيف وما تنتجه من أمراض لا تتناسب مع ما يصرف لهم من تخصيصات مالية، ويحذر أطباء مختصون من الإصابة بأمراض ضربات الشمس وعدم التعرض لها مباشرة في أوقات تكون هي الأخطر على حياة الناس. من بغداد، سيف عبد الوهاب، الشرقية نيوز.